انا اذا احس نفسي اقدر اسوي ورك اوت. شنو انت مصلخه؟ لا تطلعوا من البيت، لا تحكون ويا احد، and stay away from FaceTime. Good job. Hello guys, welcome back to my channel. طبعا اليوم راح اسوي لكم فيديو ما سويته قبل. اول شيء راح اسوي وياكم شويه سكين كير. بصراحه ما حاطه اي شيء على وجهي، بس كان عندي اشياء اخلصها الصبح فحاطه بس SPF على وجهي، ما حاطه اي شيء ثاني، بس واقي مع الشمس بيسكلي. واليوم اختي راح تكون وياي، قلت لها تبارك اريدش تختاري لي هدوم، لان اني الستايل مالتي يختلف عن مالتها، فاريدش تختاري لي هدوم من هدومي وانت تنسقيهم سوا واشوف اذا اني عجبوني لو لا. ما اقدر اقول ها لازم هذا تغيري، ها لازم هذا تغيري، لا لازم البسهم واشوف اذا حلوين يطلعون لو لا. وانتم هم تقولي بالكومنتس اذا راح يعجبكم شيء لو لا. اشتريت اشياء من سفورا، ثانك جاد وصلوني طبعا ورا اسبوعين من ورا وصلت ما وصلوني. راح افتحهم وياكم واشوف شنو الاشياء اللي جتني. انا اعرف شنو جتني بس انتم ما تعرفون شنو جوني. راح افتحها وياكم ونشوف شنو الاشياء اللي جتني. وراها نسوي شويه سكين كير. خلينا نبلش نفتح الباكسات. هذا الباكسز الاول، ما ادري ليش دزولي باكسات اثنين بس كل واحد وصلني بيوم. طبعا هذا الباكس كليته جاني هذا البرودكت صغيروني، ما ادري ليش. هذا فنتي بيوتي مالتها الكولكشن الجديده، وصيت من عندها البلاشر اتصور والبرونزر. بصراحه ما دا احط مكياج غير بس بلاشر اللي هو مال خدود والبرونزر. هاش قدوته؟ باش قدوته؟ لا مستحيل. باعوا البلاشر بي شويه تكستشر، ما ادري ليش باعوا شونه هيجي، ومن تحطوه تصير كلش فاتح. اجربه هسه؟ انا ما حاطه هسه اي مكياج. تقدرين تستخدميه بايدك او بفرشه. اللون هيك عبالك مال وجهي، ما عبالك. ليش هناك توصلي؟ انا البلاشر مالتي دائما احطه هنا واحطه هنا هن. والله حلو كيوت. ما ادري، اي كانت جاد هسه حابته. بهذا الباكس الثاني وصلتني بيه الاشياء. هذول اشياء يجيبكم اياها مال تجربه. عندي هذا الميلك، وهاي الاشياء اللي هسه راح استخدمها وياكم مال هدى بيوتي اللي هي وشفول. This one is thirst trap. هذا يكون ماسك للوجه هنا اللي هو chin lift. اريد اجربكم سوا بعد، خليني اشوف شنو. وهذا السكراب توتا اوريدي عندها واحد وجربته من عندها وكلش حبيته، فانا اشتريت واحد اللي نجربه وياكم. واشتريت من فنتي بيوتي هم فاونديشن، لان بصراحه عاجبني اجرب الفاونديشن مالتها، صار له سنتين يمكن من طالع واني ولا مره جربته. يا رب يطلع الشيء مالتي ويا رب احبه، لان سفورة فاتحين لو لا؟ المولات مفتوحه احنا عندنا هنا هسه، ان شاء الله اقدر ارجعه اذا مو الشيء مالتي. وهذا الشيء الثاني هم اللي اشتريته، هذا سامبل سايز كيوز ذاتس ات. هذا هم اشتريته من فنتي، هذا البرونزر اخذت اللون ماكيارو اجربه بالله. هذا هم لازم يكون كريمي، لان الكولكشن مال فنتي بيوتي اللي نازله هي كريمي للصيف. الكريم هذا از ا جود سايز. خلي اشوف اللون. هذا البرونزر حبيت. That's good. اليوم اجربهم من احط مكياج، اذا راح احط مكياج. يلا توتي. اوكي. انا اول شيء لازم اغسل وجهي، لان حطيت هسه عليا شويه مكياج وحاطه عليا الاس بي اف، فاول شيء لازم اسويه هو اغسل وجهي. هذا الغسول اللي دائما استخدمه فيس ريالتي، راح اغسل بيه وجهي، انشف وجهي ونبلش. خلينا نحط وحده من هذولي. قالت حطوا كميه وافره. انا راح احط ايش قد ما اريد احط بصراحه. في الحين ما تجي هنا. طبعا هيك يجي هذا مسدود. هاي مالتي مفتوح لانه مستخدمي، فحطيت هالقد. حاحط شويه على هالجهه ونفس الشيء على هالجهه. طبعا هو البرودكت ما بي حبيبات قويه، عبالك مثل اللوشن بس بي شويه حبيبات كلش ناعمه، ما ادري حبيبات كلش عبالك مال تراب. اي هيك صغيره. اوكي. طبعا اذا تشوفون بعد راسا تحسون، خلي اقربكم. اول ما تستخدموا راسا باعوا راسا بعد تقشط كل هذا الجلد طبعا على خشمي، لانه اي عندي زيوانات. وباعوا هذا تشوفون بسرعه يقشط مستحيل. كلش زين، يعني راسا تحسون بالريزولت. اوه ماي جاد. باعوا اني قام يوغا. شفتي هم راح اسوي لها تقشير، بس شفتي احاول اقشرها اخر شيء. اوكي هسه خلي اغسل وجهي. بشره حلوه. خبط. اتس اوكي.
I love it. ضاع 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 النعومة. وجي 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 شعور يخبل. كل زين. هسه هذا الماسك خليه نحط الماسك. هذا الماسك طبعا كوما كوما بي برودكت. وش قد تحطي؟ قرأت التعليمات؟ قد ما تقدرين تحطي تحطي. هو شيت ماسك. ليش دا أقرأ تعليمات؟ طيب أبدي ببشرة نظيفة وجافة. أفصلي القناع عن الغشاء الواقي وضعيه على وجهك لمدة 20 دقيقة. أوكي خي دقيقة خلي أفصلهم. هذا أفصله. وش هو نزوج؟ هذا الغشاء الخارجي. هسه هذا الماسك. أوكي أحط على وجهي كم دقيقة؟ 20 20 دقيقة. لا 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 ضاعي كده الحواجب مشكلة. Okay, I look so ugly now. ما ينطلع بيش بعد. No bro, I look so ugly. This is so sad. كل اللي يسويه هذا ترطيب للبشرة. Guys, ضاعوا شكلي. ليش شكلي طلع؟ أحط الباقي على الرقبة مات. هسه نجي على التشين ليف. وهم أحطه من 20 إلى 30 دقيقة. فأني عاجبني أحط التشين ماسك والفيس ماسك سوا. شكلي خوب كلش جايز. ما أدري شلون تستوعبون تبعون علي أصلاً حالياً. I'm serious. I look so scary هسه. ماسك طبعاً يجي بهاي مغلف. فلازم أفصل الماسك. وأسوي له تمطيط. سوي له ستراتشينج حتى ما يضوج واحطه هيج ورا الاذن. Really? That's هيج يحطوه؟ لا الشكل يضحك جديات. لا تطلعوا من البيت، لا تحكون ويا احد. And stay away from FaceTime. تختارين انتي هسه هدوم؟ Yeah. Let me see. بعدني. I'm still in the beginning of my process. Okay guys, الصور صارت توتج قد 25 دقيقة 24 دقيقة أو 26 دقيقة هيك شيء ما حسبت exactly إيش قد بس صارت فوق ال 20 دقيقة. أول شيء أشيل الشن. هذا مال الشن ما أدري إذا أكو فرق لأن أنا أصلاً ما عندي double chin. خلي أشيل الماسك أهم. هذا الماسك. شو ذمي؟ شو بلا مال الشن؟ Actually, I see a difference. أحس أكو فرق. The chin, yeah, it looks more pronounced. Pronounced, yeah. يعني الشين هذا توتا تقول مبين إنه حاد أكثر، فمبين أكثر بارز أكثر. أنا بصراحة كلش حبيته. وهذا مال وجه الماسك يعني it's good. حالة حال الماسكات اللي استخدمتها قبل أكيد ما أقدر أحكم right away بس مرطب البشرة يعني ما حسيت إنه أي شيء يختلف عن الماسكات الباقية. هسه بس دائما أمشط حواجبي guys. توتا خلصت الهدوم اللي تريني أجربها اللي هي هدومي بس يمنا سقتها الطريقة تختلف. أكو كوم هدوم طبعا. هسه حطيت شوية كونسيلر وبلاشر وراح أبلش ألبس الهدوم اللي تبارك اختارتهم. أنا هسه هذا الأوتفيت مالتي الصباحي اللي سويت فيه الأشياء فخلي أروح ألبس أول أوتفيت. ترى هاي أول أوتفيت بلوز فينتج. وهذا البندو حطيت توتا وياه والبندو عليه نايكي تشيك مارك. ما أصور راح تبين النايكي تشيك مارك بس حلو إنه اللون أصفر وحطته ويا هذا. وحطنا ويا هذا الكعب وهذا البنطلون صاير شوية هيجي ستريت كات وشوية قصير. مثل ما تشوفون كلش حبيت هاي اللبسة. أني نجرب اللبسة الثانية نمبر 2. توتا شنو رأيك؟ حطيتها كليتها together. حطينا هذا الحذاء مالتي ستاني شوز. إذا انتبهتوا البلوز بي تشيرا برينت والحذاء شوية هم بي تشيرا برينت فتوتا حبت تحطهم سوا وتسوي هاي اللبسة. أنا حبيتها يعني أنا راح ألبس هيك شيء ممكن. أنا بصراحة هذا مو ستايلي بس the whole point من هذا الشيء كليته حتى اشوف ستايل تبارك بهدومي وشون ممكن هي ترهم هدومي. فهي هاي كانت النقطه من الموضوع. انا حبيتها بس مو كلش يعني اذا اريد اقيمها من 5 نقول اقيمها 3.5. لبسه ثالثه شو رايكم توتا حبيت تسوي هذا الستايل؟ ليش 80s ستايل؟ 80s ستايل دا اروح للديسكو ياه ما ادري صراحه. انا قبل ما حاطه هيجافت احس انه كلش عملي لان سبورتي كلش سبورتي خاصة حطيته ويا هاي السنيكرز اللي دائما البسهم مال نايكي وما ادري كلش مريح. هذا طبعا كلش احبه لان الاستيك وكلش كلش كلش مريح وبنفس الوقت لونه غريب فحبيته. طبعا حطينا هذا السبورت برا تقريبا
بي ال 1 وفوقها حطيت هذا التيشيرت شير. اشرحي لهم شويه. يعني هي 80s ستايل، بال80s كانوا كلهم يلبسون هاي الالوان الفانكي النيون مثلا، كل شيء هاي الاشياء النيون، البنطلون النيون واشياءهم كانت كلها ضابه. و انا اذا احس نفسي اقدر اسوي ورك اوت. هاي الليجنز كلش مشهوره بال80s، خاصه الالوان مالتهم كانت هيجي على بينك على اصفر على، هو هذا الستايل حبيت كلش. هذا اقيمه من 5، ممكن 4.5 من 5. بصراحه ابد ما فكرت البسه هيجي، بس كلش عجبني. جود جاب توتي. اوكي جايز، هذا واحد من الاوتفيتس اللي بصراحه بحياتي ما توقعت انه توتي راح تحطه هيجي. اول شيء الكعب، هذا البنطلون من البسه دائما البس وياه بوتينات، هو لهذا السبب انت دائما تلبسين ويا هيجي اوتفيت بوتينات، فقلت اذا حطينا كعب شلون يصير، وصدق طلع حلو. انا هم كلش حبيت لان اقدر بس احط بوتين يصير كلش سبورتي، حطيت الكعب يصير فشي انه ما طلع وهيك شيء. والفشي الثاني اللي حبيته انه هاي الباري سود ظهرها كليته مفتوح. كوما عالم ما يحبون هاي الاشياء، يقولوا لي اه شنو انت مصلخه. نو اكو عالم هيك تلبس، اكو عالم ما تلبس هذا الشيء. بالضبط. انا جسمي، طبيعه جسمي، انا ما احس انه جسمي بهيك لبس انه تو ماتش. لو انا عندي زنود ومتروسه طبعا ما راح اقدر هذا البس اللبس، بس الانسان الضعيف احس انه اسهل انه يلبس هيك اشياء مفتحه. وبالاخير كل واحد وطبيعه لبسه، كل واحد وطبيعه راحته باللبس. انا كلش ارتاح بهذا اللبس من انا صغيره البس هيك اشياء، فكلش حبيته. What would you rate it؟ ها الريتنج 5، كلش حبيته. اشكرك شوي. جايز عندنا هذا الاوتفيت توتي، طبعا قلت لها اريد تراهمي لي فتشي ويا هاي التنوره، لان بس مره واحده لابستها ولابستها ويا فتشي اسود، يعني بترهيمتي كانت كلش بسيطه. وراح البس وياها هاي الشحاطه الفينتج، طبعا كلش ضيقه منه. أنا اللي عجبني بهاي اللبسة يوجولي من واحد مثلا يشوف فشي برنت مثلا تنورة بها برنت أو بنطلون، رأسا يحط شيء وياها سادة. صح. بس قلت خلي أحط برنت، بس برنت يختلف، يعني هذا الأخضر بي برنت بس البرنت مالته كتابة. صح. آه وسي ثرو. بالضبط. فمو كلش قوية. بالضبط. والتنورة هذه البرنت مالتها مال شو اسمه، شو اسمه هذا؟ مال زمان. يا زيبرا برنت. زيبرا. زمان. It's giving me the vintage vibe. وبصراحة لبسه كلش قليل أشوف عالم يحطون هيك أشياء سوا وتطلع حلوة، فكلش حبيتها لأن لبسه مختلفة، يعني ما تشوفون الرايح والجاي لابس هيك، لا فشي مختلف. Yeah, أنا كلش حبيتها. I'll give it 5. Good job. دا عدل باللبسة وهي هاي اللبسة، طبعا كلش حبيت. البنطلون لابسته عدة مرات بس ولا مرة حاطة وياه فشي هيك باري سوت. هذا يجي باري سوت للتي شيرت قطعه كامله، كلش حبيته، خاصه انه الالوان عبالك هيك يعني راهمه، عبالك قطعه وحده ينور مين. وحلو هيك ويا الكعب، ممكن تلبسي ويا كعب او اذا تريدين بوتين. هذا هو البوتين، شوفيهم اللبسه ويا الكعب، وخلي احط البوتين. حبيته اكثر ويا الكعب، بس كلش حلو ويا التني شوز. ريتنج هذا الاوتفيت هم 5 out of 5. And I love it. والله كلش مريح. هاي اللبسة كلش مريحة. حبيتها. Thank you. كلش حبيت هاي اللبسة. You're welcome. Thank you, Tuti. و that's it guys. خلص الفيديو ويانا، اتمنى تونستوا وياي انا وتبارك، جربنا وياكم اشياء جديدة غريبة، كسرنا القانون اليومي اللي دائما نسويه هسه حاليا وكليتنا عندنا هذا الروتين. و guys لا تنسون تكتبوا لي بالكومنت سكشن جوا شنو اكثر اوتفيت حبيتوا من اللي اختارتهم تبارك. و that's it guys. خلص الفيديو، اذا حبيتوا هذا الفيديو لا تنسون تسوون ثامز اب، واللي بعده مشترك بالقناة لا تنسون تسوون سبسكرايب جوا، واني احبكم كلش هواية واشوفكم على المرة الجاية. Bye!